سبحان الله. العلم ترى يفسخ جلد زي كذا. يفسخ. تسمعون شوي المقطع؟ انا بنزل مقاطع بعدها اوضح لكم وش هذا ينزل كل الصوف وهذا شعره هذا شعره ينزل كل الصوف اكيد انه صوف هذا شعره ينزل كل الصوف وش هو دابه وحيه بس خشب انت تتكلم عن موضوع شخص الله يهديه تتكلم عن موضوع ما هو برأي حلال فانت يوم تنقل الصوره دي يمكن يتفرج عليك رأي حلال نعم ترى يفسخ جلده زي كذا يقول يفسخ جلده يفسخ ما هو شوي عشان يفسخ جلده خلت يصل هالمرحلة هذه راح نتكلم عنها هذا ينزل كل الصوف وهذا شعره هذا شعره أما أنك تنقل شيء وتحط لك مقطع وينشر المقطع وتبي عليه قوة مشاهدات وقوة متابعين تنقل معلومة خطأ لا هذا ما تنقل أهل الحلال اللي أهل الحلال عارفين الشيء الله أخونا ذا راعي المقطع الله يهديه نعم ترى يفسخ جلده ينقل معلومة أهل الحلال عارفين الشيء ذا بس رودك اللي ما يعرف الحلال يفسخ جلده هذا ينزل كل الصوف ولا تأخذوني داب حية يفسخ جلده ينزل كل الصوف سبحان الله الحلال يقص يجز يحلق بين قوسين أما أنك تحط لك مقطع عشان أنك تدور قوة مشاهدات وقوة انتشار خطأ سبحان الله العين ترى يفسخ جلده زي كذا يفسخ جلده كيف العين يفسخ جلده حكى شوي هنا ما عاد هو بالصوف يفسخ جلده صارت ما عاد هو الصوفي هذا ينزل كل الصوف وهذا شعره يقص او يجز هذا شعره لو انه قايل بعد يطير والتطير للبل بس خشب اما يصرخ جلده هذا الجلد ما هو بعد الصوف ايش دخل الجلد في الصوف النعيم يقص يجز يعني ينقل معلومه نزلت مقطعين قبل هذا بس صوت الاخ واضح انه يقول النعيم يفسخ جلده النعيم يحلق يقص يجز بين قوسين يحلق للتوضيح فهو نقل صورة خطأ عن النعيمي وعن الحلال للي ما يعرف ولا الحلال أبقى. لكن بالنسبة للحالة ذي ومسبباتها حسب اللي عارف أنا وحسب الخبرة وأنت يمكن أخبر مني على الحلال هذا الطلي كان مريض يعني واصل إلى نهايته مرة وصاب الضعف درجة إلى ما لها نهاية يعني بين الحياة والموت وعقب من الله سبحانه وتعالى عافاه وشافاه في الحالة ذي كان ضعيف بالمرة وسمن بعد ما سمن وتعافى في الحالة ذي كان نايم فترة تقريبا شهرين ثلاثة نايم على يعني بالأرض رابض في الأرض في الحالة ذي الصوف يصفط المرض والضعف فهذا أسبابه مرض وضعف شديد يعني صار جلد وعظم وعقب اندبت فيها العافية بقدرة الله سبحانه وتعالى وسمن من ضعف إلى سمن خلاص بيصير تغير عنده في الصوف وكان نايم على جنوبه واجد من المرض هذا صار معه يعني شبه مرض في الجلد وأسبابها الضعف الشديد والسمنة خلت إن الصوف إنه ينجز فيها القصاص نفس القصة دي الصوف دفع وخاصة الفترة اللي هي وقت القصاص اللي هي من شهر 4 إلى شهر 5 وآخر الربيع لما تكون الحلال ضعيف ثم يسمن يصير الصوف يدفع يصير فيه فاصل في الصوف فهذا أسبابه مرض في البداية وكثر ما ربض على جنوبه وكان ضعيف وسمن هذا المقطع أنا خليت الصوت شغال نعم ترى يفسخ جلده ولا النعيم يفسخ جلده ما هو بلازم ثوب عشان يفسخ ولا داب ولا يقص أو يجز لكن هذا أسبابه في البداية مرض وعرض كبير في الأرض ثم كان ضعف شديد ثم سمن في الحالة ذي صوفه يصير ملبد في الحالة ذي يدفع صوفه وينجز الجزاز ذا وبالنسبة للنعيم إما يقص أو يجز أو يحلق بين قوسين أو ما يفسخ جلده وش ثوبه بعدين ما هو بجلد هذا الصوف الجلد اللي هو الله التوفيق لكن مر عليها المقطع واني حبيت اعقب عليه واوضح لبعض المتابعين اللي ما يعرف عن الحلال ولا اهل الحلال ابخص في الحلال اسبابه في البدايه مرض ووضحت عنه بالفيديوهات السابقه الله التوفيق هذا شعره المعلومه وصلت للجميع وان شاء الله انه وضحنا الشيء ذا في الشيء اللي نعرفه سبحان الله